بيعرف؟ ايوه. هلا ما عندكم حمامات بالقطعة؟ هلا مو انت قلتي لي بدك تشوفيني رأسا لما بنزل من القطعة؟ كل مرة بتعملي نفس الخمطي؟ الحمامات فوق والمي مسقعة ما بحسن اتحمم بنمغص وبنسفي. بعدين هيك انا لما بكون منشي بحس حالي اكثر ذكورة. اكثر ذكورة؟ طبعا. اف وعم تتأفقفي كمان؟ مو كله بسببي؟ يعني انا معفن هلا بسببك، لولا ضرب الانسانيه اللي ندعتينا اياها بالشارع بتتذكري؟ يي يا رب عم يطلبها، يي يا رب ذبحوا بعض. ما كنت انشحطت على المقفر وانشحطت موجودا على الجيش؟ ما بدك تنسى بقى ليكك عم تخدمها وخيمه احلى. شو عم بصير لك؟ شو عم بصير لي؟ مستحي اقول لك شو عم بصير لي. لازم تخدمي معي لحتى تعرفي شو عم بصير لي. شو شافت عينك؟ بانشح وتعبان وجوعان مشتاق لك، مشتاق لأمي. إيه شافي شافي أحسن ما نفطسك بريحتنا. ما قلتي لحكيتي مع أمك بموضوع يعرف؟ لا خلينا نحكي بالمنطق. كيف بدنا نتزوج؟ أنت لساتك عصير. لك أنا ما عاد فيني أصبر أكثر من هيك يا مخلوقة. كيف هيك يعني؟ لك يعني روح أعمل علاقات حبيبي. شو ناطر؟ بدك تهتني كمان؟ لك مو هتك انت، ليش دائما هارموني بتفهمي؟ خلص انا عمي خلينا ما نشوف بعض وانا اقعد فوق بهالسكنة لبين ما اخلص جيش احسن شيء. لهالدرجة يعني؟ لكن قولي على حظي حاطة حمرة حمرة كمان. يستر على عقلك يا مخلوقة. ادري مشاعري ولك ولو ادري مشاعري. بيقول لك متى اعزب دهر ولا ارمل شهر. بدك تروح على البيت فورا ولا بدك تطلع عن جده؟ لا بدي اروح على البيت، يا ريت فيني اروح على البيت، لازم اروح على البيت. نسياني انه اليوم عرسه الاستاذ ادهم، استاذ ادهم اليوم بتعرفي شو انا بحياتي ما كنت اتخيل اني انا احزن ادهم على هذا اليوم راح بيكون معه بنت مو مرة. بدك تحضر العرس كله؟ ايه طبعا، هو عرس دجال ما بيطول كثير. كثير منيح، نرجع نسهر مع جده. لك شو هاد مو نجمه هاي؟ لا تقلي ما سمعت الاغنيه. لك بلا سمعتها. بس منلا العز كله واعلان وما اعلان. هاد من مصاري ادهم، قال بدها تغير البيت ما عاد بمستواها، بدها تستاجر. وانتي عفوا يعني مو اخذه منلك كل هالمعلومات عن الست نجمه؟